بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة وجروب متابعي الديسكشنز، فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون قصير بمناسبة إن إحنا بنتكلم عن البايبنج. في معلومة حابة أوضحها للناس. بالنسبة للبايب، إيه الماتيريالز بتاعت البايب وطريقة تصنيعها، إيه اللي هي المانيفاكتشرنج بروسيس بتاعتها، بتتصنع إزاي وأنواعها إيه. تمام. الستيل بايب انا عندي في بالنسبه للماتيريالز بيقول لي هنا ايه، بيقول لي ان اللي في الابلايد ان جنرال سينس بايب از تيرم يوز تو ديزيجنيت هولو، تمام، تيوبولر بودي يوز تو، استخدامه في ايه، ترانسبورت اني كوموديتي بروسيسنج فلو كاركترستيك ساتش از ذوز فاوند ان ليكويدز جازز فيبرز ليكويفايد سوليدز اند فاين باودرز، تنقل الفلويد، تمام، او الجازز او الفيبرز. ده بالنسبة لاستخدامها كماتيريال، يا اما بتصنع من الكونكريت، الجلاس، الليد، البراس، الكوبر، البلاستيك، الالومنيوم، كاست ايرون، كربون ستيل اند الوي ستيل. دي الماتيريال كلها اللي بتصنع منها البايب، وكل ماتيريال ليها الاستخدام بتاعها حسب الابلكيشن. تمام. النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها ايه طريقة التصنيع بتاعة البايب. في ثلاث انواع اللي هو المانيفاكتشرنج ميثودز. بيقول لك كربون ستيل بايب كان بي مانيفاكتشر يوزنج سيفرال ديفرنت تكنيكس ايتش اوف ويتش برودوسز ا بايب ويز سيرتين كاركترستكس، كل واحده ليها مواصفات معينه، تمام، حسب الابلكيشن بتاعها والسترينث والبريشر ليميتس. بيقول لك مانيفاكتشرنج ميثود وي ويل منشن انكلود، تشتمل على اول نوع اللي هو السيملس، تاني نوع البط ويل، تالت نوع السبايرال ويلدد بايب، وده الاقل استخدام في الابلكيشن بتاعه. تمام. اول نوع السيملس بايب ازاي طريقه التصنيع بتاعته بتتم ازاي، بيقول لي عن طريق بيرسنج السوليد نير مولتن ستيل رود كولد ابيلت، اللي هو البيلت ده بيمر بين اتنين رولز، تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره، ويز ا ماندرل تو بروديوس ا بايب، عشان يديني بايب، تمام، ذات هاز نو سيمز اور جوينتس، ما فيهاش اي سيمز، فبقول عليها سيملس. تمام. وده الفكر ده بيوضح لي الطريقه بتاعتها، طريقه التصنيع عن طريق عمليه الرولينج. تمام. زي ما احنا شايفين البلد بيمر باتنين رولز وبيديني البايب اللي احنا بنشوفه بدون اي سيمز. تمام. تاني نوع البات ويلدد بايب بيتكون عن طريق ايه بقى، بيقول لي فيدنج ذا هوت ستيل بليت ثرو شيبرز that will roll it into a hollow circular shape. بيبقى عندي البليت بتدخل بين الشيب رولرز دي زي الصورة هنا، تمام، وبعد ما بتطلع بتتشكل، عملها انسبكشن انها خالية من اي ديفكتس، تمام، قبل عملية الايه الويلدنج، بتمر على ويلدنج الكترود بيطلع بايب عندي في الحام بطول. تمام. بيقول لي ايه هنا، squeezing the two ends of the blade together will produce a fused joint or seam، يديني fused joint or seam عن طريق عمليه السكويزنج للنهايات بتاعت البليدز، الاطراف بتاعت البليدز. تمام. وفكره 2-2 ده بيوضح لي طريقه التصنيع. تمام. تالت نوع اللي هو اقل استخدامه هو السبايرال ويلد بايب، زي ما احنا شايفين في الصوره ده سبايرال ويلد بايب، بيبقى البليد بيحصل لها البليت سكويزنج، بتاخد شكل حلزوني، بتاخد النهايات الاطراف بتاعت البليت دي مع دي، بعمل لها ايه لحام، بتاخد الشكل ده معايا. تمام. عن طريق تويستنج الستريبس اوف ميتال انتو اسبايرال شيب سيميلر تو باربرز بول ذن ويلدنج وير ذا ايدجز، بيتلحم الايدجز النهايات بتاعتي جوين وان انذر تو فورم سيم، بيديني السيم. تمام. اسمها ايه بقى، سبايرال ويلد بايب. النوع ده بيقول لي restricted في البايبنج سيستم using low pressures، بيستخدم في البايبنج سيستم اللي بيستخدم عند التطبيقات اللي البريشر فيها قليل جدا بسبب thin walls، ان التخانات بتاعتها قليله جدا فما بتستحملش الضغوط العاليه. تمام. ده بالنسبه لثلاث انواع وهم وضحوهم لي في صوره، السيملس بياخد الشكل ده، الرولد الشكل ده، وهنا السبايرال ويل. تمام. ده فيديو سريع كده وضحنا فيه بس النقطة دي، عشان كانت في ناس كتير بتسأل عن المعلومة دي، وقلنا فرصة واحنا بنشرح البايبنج نوضحها. تمام. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، استنينوا فيديو جديد ان شاء الله، سواء هيكون فيديو قصير نوضح فيه معلومة سريعة او فيديو طويل بنوضح فيه بنكمل فيه البايبنج سيستم وشرح الايزومتريك. شكرا.